وحل السعوتين وضياش النغاك ودل كان إيغا سعودي جري ولينا واكو تيرسيا تلادو دا إيو المسكحة دو دا علمي قو دا إيو الشغالة وين ويا هيان وعند نوح حسين أي كتير سيهن دل إيو الدبان ميالك سوال الجوغة وضيق ولا قمار مواي صومالي دون الدولة النمالة حق يدي قوانين تدولة النمالة وحي ولو يهين قوانين تدقنك ونرال نوليد انت صون نولين مركة تاس مروى البابا إن لا تيكسدو إن لا عيرسدو مركة حالة دو زيتا هاي لغمار مواي مركة رنتي هادي هاد بانو بغادين إنا شغالي إنا نامان إنا كالنتي إنا نامان إنا دلك وحبا قصة وقصي النبي وحن كم إذا هوفتي هل كان كبا حي تضبيل لو أتنكي بشي هراء ديسمبر جبوتي تغي ولا هذا المدح للصومالي لأن هي دولة فدرال كا هل كاس ولا هذا هذا ركتين نتيجة دي سي هي ورغدي سي دتكي بكي صحيح حي بابنا هذا وحنا كدياريي وحسب ماشي كغرة أنتي markii halkaan laga tagayay iyo markii la soo kala tagayay ku dhawaad niyad sami iyo wanaag baa lagu tagay loogana soo tagay iyo safkarad waxa lagu heshiiyay in laga wada hadlo bishaan hadda soo socota ee labaad ee sanadka labanka Soomaaliya in arrimihii masiiriga ku dhawaad todobaad laga wada hadlo la isla meel dhigo qodobka koowaad buu hawada aragtay si arintaas loo fududeeyo bishaan hadda aan ku jirno Janaayo in guddi labada dhinac la sameeyo oo ajendayaashi fariisiya si fiican guul ay ku soo dhamaato arintaas laba maalmood kadib haddana waxaa dhacay arintii fajacisada ahayd oo ma aragtay Ethiopia ay damiceedii 600 sano ay si fudud ku heshay in maalinkii labaad maamulaha casha kadib ay arrintaas dhacday runtii arrin la yaab leh noqotay arrintaas dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed iyo maamulka Soomaaliland dadka tirsan wasiirka ganacsiga adarkayseen wasiirkii gaashaandiga adarkayseen xildhibaanadii adarkayseen qaar ka mid ah intuba meelba iska taageen mowqif bay iska taageen xildhibaanadii halkan joogay oo waqooyi ka soo jeeday senatariskii dowladda ka tirsanaayeen labadii gole ka tirsanaayeen mowqif bay iska taageen mowqifkaas cid luguma daraanayn xaaji muuse biixi luguma daraanayn laakiin waa lagu cayminaya waayo waxaan taariikh waa qorbaysa nin baa inta soo horkacay Ethiopia ayuu balcad keenay hadda ka hor 1907-dii balcadda hadda 30 kilometer noo jirto taariikhda Soomaaliya meel buu jiraa umana hirgelin hadda intaas oo dhul ay soo qabsadeen balcad bay soo 30 kilometer bay Muqdisho u yimaadeen 1919 sano ka hor bay halkaan yimaadeen taariikhda meel buu jiraa anigaa su'aal ay qaadaa انت سوهر كعي إلا هاد الوارك تاني ناي شيغان ايان بلعد إلا بلعد وي شيكتا واك تو دي من مربي كغرا وادول كاس اي واقع سقب سليم وار تاريخ واق قرمي سمرك تاريخ دو مركا عدنا سحانو مسما يسو وفنا بيج عصب في عم بي قرطا وفنا ما يلحم بي قرطا تاريخ داس مركا قرنتي وحي نقط إن سوقي أن هاي السنة إتوبي سوق النوى بقولي لا تن مليا بقولي أفرتم بكون نول بالي هذا هو يسيب بغنيا سوقي أن هاي السنة وحان نري إنت إسكحرني أنا قصين السوق اللي فتيس بده بربر محي معنوك وفرين إسا تن مقدشة معنوك وفرين تن جبوتي معنوك وفرين إسا نكي أرمنا سوق هنا أوتقنا هدان نري أدو خلق هذا السوق ciidan kaadina ka arintaas runtii xikmad kuma jirin shiis aad u qaldan beeskiisu qaldan yahay
إسكاشي غالي إيه إسكاشي كان عسمينا معي سومالان عادي ويسكنوا لي بريشر مجرين وحب مجرين مأملك هل كان سيجوين ولا تحقلين جري ولا وقتهين خذي مركو مركا كديري بهش تروح نغطينا عن لقاء مسن أرنتاس دولة الصومالية جود هانتيد أيضا وده جرته هنا يقوان كي هذا ويدين يقارتي لبدي بش صباح بارمان كي لبدي سيغال حكومة دي ملحويني محانا لقود بوم وي وضياشي ديغان كاسودة شاتين وضياشي كتلين لها تلكين الهواتين وحانا لكربا وضياشي إهلك أهواتين ومارك تي المعمول كهالك عسكري سن نينا نحرير الله هاي المجرو حرير بالألوه اللي خطر هذا اعتمادنا دتكي أدواء وعيدا مو ماشى سدين تي مادان أي دلك عسكود يعني قبصان نخطرت إيمان يسددكي أدواء بعدين ترى ذا مركا إن وحلوية شو وطلب في عن مارك تي عن نسوي ذا سنة لو مرمى وموقف مدنا أنا وذكرنا إن أدون كي ولا نوع داركتين هدرتن ده وكوري من وحي واسعون وايد نكابي يا سجع دليل لو على قلي يابن هذا الكي وخشة كمان لو كمبلا وهذا داركتي وان ما أكسين نود بحكر دينه نا وهذا بحكر دينه نا مرة بحوق نك مصعون ضن ضنك ما حد قدبه سيد جل عسنيد وهاللي واسك خاين يا دكتور يسجنا بروبلم حوق جنب كفرنا دل كيس قديسية وهو يس ودوين كي أتساوكس كم بحيي وقبل هذا هل ودك ليه فرد أنت ودوك على الديار دم لقدر المرمى هنا جو هذا كفر مي قبل كم حاردة قعدت كسي بحية كي تقرأ بخراد وقيدين ورمضي أي جب هد ودي داركتين إني كابي كوه يساد سو وما المدى تعالى كتب بي أنت لقى قاده أي علك وده سورانية أرت نين سيد عاية قبل سيد عاية أودنتي أيو توسير دمعينو توسير لو توسير ورقة داية دقال هذا ربي وكوه الله وحي الدقال كو قارو ويدين يهب يعيده لحب غلو سرنا كنت هميسين بان سفو دو هلا أيو داية دقال كو قاميه دو بان يدينو أيان حي نباد إتوبيا لغو بدبادنا يهد بدان هنتي ولبنينو أدو اللي عيسى لا مد والباب تاعين، هو يراس كتوسين هو يبهاشس. حد يعرف نهايتك قبل هذا وقوي. إلى أن أقول لك تعلب بدنتهين، بس بعد أنت هي بالقبكة، بدي نسوا ماريت. تدك هالك أشوجة، بقول كي بس عاشا، وعدت تعل دول كود ويان، هو تعل بدو ده، لكن واحد شرح عبورين بدن، تدك هالك مفرية. يا أنت أنا مسب كودة يا مقام كودة بأنا كوعظيم وعاي كم يديسيه إنا إذا قال الشقيان بس بعدين تقول كأنه يقرن كيم وعاي بدي إنه بالعودة ما بدي إنه إيه من نقاكرته ما هبط خوف أنت وجوان كده كل جيت قاتو وجوان كجاري كرو ولا عليه نص ومالية سداي دول كأنه دول يعني إنه بد halkii inanka koofur jooga iyo inanka wqooyi jooga waxa ka dhaxay waa isir walaaltanimo iyo wax wada wadaag wax isku darsi taasay ina midaysay qofka halka jooga iyo qofka halka jooga isku siba uga damqanaya marka waxaanu balan qaadeyna anagu afkiina ku hadleyna inaana xukuumada iyo dawladda baan kala shaqeyno hadii ay xoog noqoto iyo hadii cudud noqoto يا هذي حالة نقطة إذا كان شو ذا يمد وقوي شو ذا وما تصوب عليه ضرط حوا ما قايب سرعة سيدا أيوة قدام غنا يا دولة فدرا لكو أيوم بان وانا قرا قدام غنا نعم إذا كان شو ذا يمد وقوي شو ذا بقى تما عيتوبيا وحلا قاعدة كرام وها وانا عم بارين رجع إن شاء الله يطلع هوا ولا ضرط بربر واحد قول لكو قاعدة كوي وريت يعني ساكن واحد لا لاي بدو الصومالي هذا واحد مسبي عساه ويتوبيا سنا يكون راعضو ويكون وينته
هتان هلك تشوقني هتان وقوي تشوقنا له وكم ذا يصلى وايو موسى وحمو بحنكره موسى يطمني له وطو من نوع حمو بحنكره ما دنا سومالي ماله سومالي سومالي ماله موسى سلانتي لورين تري نعم بقول واحد تري هو يا كيرا حو مركي هاد فردي براتيكم ما فاهمين هو يا مركي هاد قول قولتيكم ما فاهمين هو يا مركي هاي استاكتيكم ما فاهمين لا هو يا وحن فاهم مركي هاد صعوتي موسى وحن كنت فاهمني ما انت هانو عرقني شكتيكو معتب وين لح قول قولني ايا وحن فاهمني وحاد صعوتي ولي قابة الا اسنم إلا أبدال كمرة يا رول كادر دي الله هيدا أنا وحدي لك الدعاء قاعد ما يدك تقولوا هاي ترى إلا ما أنت ذلك كل جوني سي إلا دوس عتين إلا ظهر جسد هيدا كي تم عتق ما تان وارقني كاي المين مضح ذا تمرد ده فدرال كسومالي يا هلك إني قلت شو قال وسير فقي يو سير الدولة سير دار ما قده أنت عاصي وأنا قلت هاجرسن سومالي هداتين يهدان دون سوماليتين ددكا وده هو قجرة إلا رباها وشاية أولنقا إن الله كتاقيرو وديارك أولنقا وأنا قلت هاجرسن عزود إيه عيدا با وحال هلسان بدو قلو ما هي بدي يبشي با لكم مدنمو أيان ودي بشي ودرسمون ولين كتاقيرس شك لكي سمايسنا يا رجل لغشو كول رجل نورو كول أشجع رجل لغشو كول لبرشوا إمكان ديسا حقارو هاينو حكم إذا إن هدول كي أي كدقين وقت جي ديار دا إلا وقت وقت كوري لكن توبي أنا يا حقارو يغير عليا هدول كي كدقين إسلام ما له كدقين وعيش بدري إنت نظافة ده كوجي واتركي إذا كيل اللي سل الساعات جديد موديل خاص يتوبي يتوبي يكون هذا يسوى مرهم بقري ده مدر وين أوصل مري كم غراسنا وابقري ده لكن بقر سومالي ده ميسي هذه إحدى تيس اللغات أرمادي أرما أرمبا أرندوت تيد مدا طمع جوه عن dowladda Itoobiya iyo macangag Muuse Biixi Cabdi sida sharci dhaqada ay soo saxayeen soo sida ma aha annaga dadka gobolada Waqooyi ka soo jeednaa gaar ahaan Isaaq annagu waxaanu ballan qaadaynaa inaanan arki karin kala go' Soomaaliyeed badda Soomaaliyeed oo cid kale ka talin karto xalle Soomaaliya Soomaali baale Soomaaliya Soomaali baale Soomaaliya Soomaali baale Soomaaliya waa isku mid macangag Muuse Biixi waxa ogeeyay maalintii Kenya badal isku haystay Hargeysa TV ku wareystay wuxuu yiri Kenya kala ka maqnaantayda ay ka faa'iideysanaysaa taaka inta la Kenya uma ogolin kala habo aha maanta wuxuu leeyahay arabadu saxay xagmi waaliye markay uma waaliye markay uu sameeyay qaba hadalkii aad Kenya ku lahayd mar Muuse ku leenahay Soomaaliya dawladda federaalka aba ka masuule wixii heshiis caalami ah dawladda federaalka ah ayaan ku garab taaganahay waxaan soo jeedinayaa oo aan ku raacsanahay badda Soomaaliyeed gobolada Waqooyi meel kasta ay joogaanba wayaale iyo Itoobiyaan iyo Habashi inaanu diyaar u nahay dagaal bay wadaan dunyada way ka tahay dagaal baa la wadaa inaanu dalkayga difaacno inaanu garab iyo gaashaan bay ku siin kanu midnimada Soomaaliya taageersanahay federaalkaan taageersanahay waa la dhimanayna iyadaan ku noolahay weyna soo dhaweeyeen dalka waayaha haysta shacabkii oo warweeraya wayaalaha badii boobay Muusaha wata maanta inaanu weerar ku qaadno shaqadaadan wanaagsan waddan noo furaysa waxaan u sheegaynaa golaha maanta fadhino inaan garxaj fadhiyin Sheikh Sheikh Saaq heerka maqalima jiraan anuu maxamed Sheikh Saaq oo Ibrahim Balhay habar jacaladii kala fadhida ayuub baa ugu tirayro fadhiya turjecla fadhiya reer shaqs aan reer ka maqanimo jiro Muuse Biixi iyo ciidankiisa Isaaq gudisho joogana way Isaaq halka joogay markii horeba Isaaq baa halka keenay xornimada
imkana anaga halkan taagan oo leh Soomaaliya oo muqaddas kuu keenay anagu isku mid baarna sidii aad markii hore loo keenay anagu imka u taageersan waxaan leeyahay badayada muusan ma yibin karo cid kale ma yibin karto badu waa bad Soomaaliyeed horumar ma nihin Soomaali baan unahay anagu horumar ma nihin Soomaali baan unahay Soomaali wax la qaybsanayna Soomaali baan taageersanay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Hudan Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leeyahay waad ku mahadsan tahay hawshaad qabatay wanaagaad gashay iyo ra'iisul wasaaraha ra'iisul ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliyeed ay isla yeelay dadaalay iyo cid kasta wax ka qabatay baan hiliyo waxaan la garab taaganahay dawladda Soomaaliyeed ee hiliyo la garab taaganahay musabbihi dal uu Soomaaliland u wado badaw musaxin ee dan isaga khuseeyso oo u gaara ayuu dhilka kula gelayaa abi mina suurta gelayso kamina yeelayno hadoonahay Soomaali weyn Soomaali weyn anagoo ka siya gobollada waqooyi badana ku aabtirsata ummada ka soo jeeda doonahay anagu waxaan raacsanahay madaxweynaha federaalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud saarada arrimaha gudaha dhammaan Soomaali weyn oo dhan raacsanahay waxaan ku raacsanahay badayada inaanay iibahayn ee ay Soomaali leedahay waxaan kalaan leeyahay Muuse Bihi waa madaxweyne uu dhamaaday waqtigiisu oo mandheed aan lahayn kuna doonaya badda inuu halka amxaare iyo xabashi uu keeno uu dalka khalkhal geliyo waayo Soomaaliland waa dad Soomaaliyeed ka mid ah federaalka dhammaan Soomaali oo dhan waxa uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ilaa Muuse Bihi ilaa innaga ilaa Soomaali meel kastuu joogo madaxweynuhu waa Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ku soo gabagabeynayaa baddeenu iibmaha Soomaaliyana Soomaali baa leh ninka ilaahay bad sii waayey ee ilaahay u diiday ee gaalka cada inaan inagu bad siinaano waa xaaraan waxaan ka soo horjeednaa cid kasta oo bixisay badda iyo cid kasta oo ka shaqeynaysa iyo cid kasta oo taageersan waxaan leenahay baddaas waa bad Soomaaliyeed Muuse Bihina ma bixin karo waxa weeye Soomaali ilaa ka dhashay ilaa ka maanta gaashaan waxa weeye boqol jirka baa badaha leh Soomaaliyana waa walaalo waxaanu nahay dad Soomaaliyeed halkana markii horena anaka calanka keenay iminkana sidaan u keenayba calanka u yaalaa iddana matali karta masiirkayga ku hadli karta bad iyo beriba waa madaxweynaha federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalle Faqiih Soomaaliya waxa weeye waa mid laba Soomaaliye ma jirto aanu israacno gacmaha aynu isqabsano aynu walaalowno kuwa gudaha Soomaaliland joogana waxaan leeyahay waa fifii soo soconaa calankii baanu soo shidnaa burcaanu ka taagaynaa hargeysaanu ka taagaynaa awdal baanu ka taagaynaa calankaasi maaha mid dalkiiyo dadka lagu qabsanaayo waa mid dalkiiyo dadka lagaga badbaadinaya kuwa waxa weeye aan u daraynayna iyagu kursiga doonaayo